اللهم إني أسألك خير هذه السنة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه السنة وشر ما بعدها. اللهم إني أسألك هذه السنة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. رب عام مضى نسألك فيه العفو والعافية. أمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم عاملين ايه متابعين المحترمين في كل مكان؟ عايز اشكركم جدا على كل كلامكم وتعليقاتكم الجميلة اللي انتوا بتكتبوها لي في الفيديوهات السابقة، بجد ربنا يخليكم ليا. النهاردة بقى روتين قوي جدا، عايز اقول لكم بقى يعني قومي كده، انا عارفة الجو برد ومطر وسقعة جدا، بس هنعمل ايه؟ هي دي بقى سنة الحياة. ربنا يا رب يقوينا ويعيننا، ودايما كده قولي الاذكار باستمرارية يوميا الصبح وكمان بعد العصر، هتحس ان انت فعلا ربنا بيقويك وبيديكي طاقة. لو اول مرة تشوفي القناة انزلي بقى بسرعة اشتركي فيها وفعلي زر الجرس ودوس على كلمة الكل عشان لما نزل فيديو جديد يجيلك اشعار بيه على طول. ويلا بقى حطوا لايك للفيديو ده، انا بجد بجد الفيديو ده تحفة جدا، هنعمل حاجات مع بعض، هنجهز حاجات مع بعض، كمان هنخلي البيت ما شاء الله اللهم بارك شيك جدا بحاجات بسيطة جدا جدا عندك من البيت، وايه بحاجات ممكن تشتريها متر قماش واحد، انت متخيلة؟ اول حاجة كده قلت بقى هبدأ كده بالنشاط والحيوية، ان انا طبعا بغسل السجادة بتاعت المطبخ عشان ان شاء الله هنعمل روتين قوي جدا في المطبخ. صراحة انا بحب كده كل اسبوع لازم سجادة المطبخ دي اهم حاجة ان انا اغسلها كل يوم خميس او جمعة. ليه؟ عشان طبعا الاكل والدهون والحاجات دي لو انت سبتيها هتحس ان انت واقفة كده في دهون، ورجلك او الشبشب اللي انت لابساه هتحسي لا في كده حاجة كده ايه مش لطيفة في السجادة، فانا بحب بصراحة تبقى بتنور كده وبتلمع، ولو في اي بقعة او البول بايه بنضفها. وجيت بقى عند الطرقة قلت برضو انضفها كده، كنت غسلة السجادة بتاعت الطرقة كلها بس ما جبتهاش معاكم بصراحة، فبرضو بحب ان انا الحاجتين دول لازم اهتم بيهم كويس جدا. طبعا السجادة او المشاية اللي انت بتفرشيها قدام التويلت والمطبخ طبعا بتاخد طبعا يعني الولاد بقى داخلين طالعين وكده، فلازم طبعا تهتمي بالمشايات وبالجزء ده مهم قوي. هنا بقى خلاص الحمد لله كده ايه مسحت الارض وكمان عقمتها بكلور وسبتها تنشف، وبعد كده ما شاء الله اللهم بارك السجادة كانت نشفت الحمد لله قبل المطر، فرشتها كده اهي زي الفل. بس كده خلاص خلصت الحمد لله اهم حاجتين، وكمان هنشر السجادة عشان عقبال بقى بكرة بإذن الله ما تنشف أكون أنا خلصت خلاص المطبخ وبقى معايا زي الفل، ويعني نفرشها مع بعض. أول حاجة كده تصحي بدري وتقولي الورد بتاعك وتصلي، حاولي طبعا أنت تستمري كده على صلاة الفجر. وبعد كده طبعا شغلت كده مشاري، بحب جدا أن أنا أشغل أذكار، عايزة أقولك راحة نفسية جدا جدا. حاولي كمان أن أنت متقطعيش سورة البقرة من البيت، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. عايزه اقول لك بقى سوره البقره في البيت يعني رزق وحفظ كده، تحس ان انتي بيتك كده في ما شاء الله في ملايكه وبيتك محفوظ وراحه نفسيه غير طبيعيه. لا بصراحه يعني خسران 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 اللي مش بيقرا سوره البقره او كمان بيشغلها. هنا بقى كنت بوريكم هنا الكتاب بتاع الحكايات بتاع الاطفال ده كمان الى الله امير منير، طبعا يعني بجد بجد بستفاد منه حاجات كتير قوي. الكتابين دول انا بجد فعلا فعلا
مهمين جدا ان انت تقريهم في حياتك، وكمان تعلمي ولادك القصص اللي الشيخ محمود المصري بيحكيها، هتستفادي جدا جدا منها. وبعد كده طبعا بعد ما خلصت نظفت كده، خلصت بقى المكتبة، جيت بقى كده جبت البخاخة بتاعت الزجاج، وبدأت ان انا طبعا ألمع كده الإزاز عشان الشمس يعني بتيجي كده نسبيا، حتى لو نص ساعة انتوا دلوقتي شايفين كده الشمس اهي طالعة الحمد لله، يعني الحمد لله الشمس بتيجي كده وتروح. فلازم طبعا احس كده ان فعلا مفيش اي اتربة على الازاز خالص. اول حاجة طبعا ان انا لازم امسح كده الازاز يوم او يوم لا، ليه؟ عشان انت لو سبتيها التراب ده هيعمل طينة لو انت جيتي غسلتيه بعد كده. انا بحط ايه بقى في البخاخة دي؟ بحط الجلانس وبحط خل عليها بس، وبيبقى ما شاء الله منور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقولك لو انت عملت كده البيت كله ما شاء الله هيبقى نظيف معاكي يوميا. خلي يوم للتنظيف، يوم للتلميع، يوم للترتيب، يعني مش لازم يوميا كده ان انا اعمل كله كله في يوم واحد، لا خالص. يعني اكيد يعني لازم يبقى في وقت لنفسك، ووقت لاولادك، وقت لجوزك، وقت لبيتك، لا يعني لازم ان انت فعلا فعلا تبقي صاحيه عارفه انت هتعملي ايه، هتروحي فين، هتشتري ايه. انا بصراحه بقوم كده عندي بورد ان شاء الله هبقى اصورها معاكو، البورد دي انا معلقاها وبحب مثلا اكتب انا النهارده هعمل ايه، مشاويري، في حاجات هعملها مثلا دكتور لولادي، دكتور اسنان بقى، اي حاجه عايزه اجيبها، عايزه انزل بكتب المهام اليوميه بتاعتي اللي انا هعملها. هنا بقى الكوشن دي عايزه اقول لكم بجد تحفه جدا، كنت جايبه متر واحد قماش بس من الوكاله، المتر كان ب60 جنيه، ما شاء الله اللهم بارك، عمل معايا 4 خداديات ومفرشين، والله بجد يعني ما شاء الله المتر فعلا فعلا طلع معايا كتير جدا. المهم قلت بقى ان انا طبعا ايه انفط كده الركنة بالمقشة كده، مش لازم بالمكنسة، يعني مرة كده ومرة كده، مش لازم يعني على طول. الفرشة دي حلوة جدا جدا للشيش بقى وللسلك وللحاجات الانتري والركنة، بصراحة بتنظف كويس قوي. وجيت بقى بعد كده بعد ما ظبطت الكوشنز قلت طبعا ألمع كده بالبليدج، ألمع الترابيزة. انا عندي ما شاء الله الترابيزه دي بتتفتح كده بتبقى زي السفره كده طويله لو عندي بقى ضيوف او كده. سالتوني يا ساره انتي عاملاها بكام؟ لا والله انا جايباها مع الاوضه كلها على بعض من معرض في فيصل. المهم يعني هنا كانوا حاطين كده، كانوا بيذاكروا كده، بحب ان انا اجيب لهم كده الحاجات اللي هي بتنمي الذكاء عندهم وبتنمي كده المهارات. بالنسبة لو انت عندك لسه اطفال ما دخلوش المدرسة، طبعا الحروف والاشكال والالوان مهمة جدا جدا. وبدأت بقى ان انا خلاص اسحب كده كل الاتربة من على السجادة، لو في اي حاجة كده مهم جدا ان انت يوميا تسحبي كل حاجة كده، الشقة كلها تشغلي كده، تلفي لفة كده سريعة في الاوض والريسبشن الانتري الليفينج، تشوفي انت هتعملي ايه في الشقة، لازم تلفي لفة كده سريعة بالمكنسة، ليه؟ عشان تسيطري كده على الدنيا. وهنا بقى ما شاء الله حطيت كده المفرش ده، ودي بقى صينية ايكيا برضو قلت لمعها. وهنا بقى كان في شكل كده بالرخامي والنحاس، الله اكبر، قلت برضو كده ايه انضف كده الحاجة اللي انا حطاه، ديكوريشن اللي انا حطاه ده، وارتبها كده. وبصراحة بجد بجد يعني الحاجة بسيطة جدا بس غيرت بصراحة كتير قوي قوي في الريسبشن. بصي لو حاجة بسيطة. هنا بقى كان في سبرينكلز واقع في الارض، فقلت طبعا خلاص بالليل بقى كنت خلاص بجد تعبت جدا من التورتة والكيك وكده، فخلاص بعد ما الولاد كلوا كان في علبة السبرينكلز كنت بزين بيها الكب كيكز، فيلا وقعت قدر الله ما شاء فعل. المهم بقى خلاص ما كنتش قادرة ان انا اعمل حاجة، فعملت كل ده الصبح. مش لازم طبعا واحد يجي على نفسه، لا طبعا انت يعني انسانه وبتتعبي وبتصحي بدري وام، يعني عايزه اقول لكم ربنا يقوينا ويعيننا يا رب ويرزق كل مشتاق، دي اهم حاجه، ربنا يرزق كل الناس يا رب بالذريه الصالحه. هنا بقى قلت اشيل بقى كده. هنا بقى كنت بعمل ايه؟ كنت جايبه معاكم البراويز بتاعه ايكيا، انا مش فاكره بصراحه كان في واحد ب79 جنيه وواحد ب39 جنيه، وقصيت كده حاجات كنت طبعاها الاحلام خلقت لكي تتحقق فعلا، وحطيتها كده وقلت بقى ايه
المفرش كمان الفرو ده هحطه هنا، يعني حسيتك كده بالدفى في السقعة اللي احنا فيها دي. بس كده تمام، واهي الاحلام خلقت لكي تتحقق فعلا. وهنا بقى ايه بواقي الكب كيك واللوتس. وخلاص كده، ده بقى الشكل النهائي للريسبشن كله. وهنا شغلت الدفاية كده وبس، ما شاء الله اللهم بارك. عايزة اقول لكم ان فعلا فعلا النتيجة حلوة جدا جدا. وطبعا عايزة افكركم ان النهاردة الجمعة، لازم طبعا تشغلي كده البخور بجد. هتحسي كده براحة نفسية. انا يوميا لازم اولع بخور، وكمان لازم لازم تتحدي نفسك كده وتاخدي وقت وتقرأي سورة الكهف نور بين الجمعتين. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الاعمال. ان انا هدي بقى البنات ما شاء الله، هديهم كده الهدية اللي انا جايبها لهم. فنشوف بقى الهدية ايه مع بعض. اقول لكم ان هم لسه جايين من الحفلة في الحضانة، جاب لنا هدية. هاي فروحي في الحضانة. يلا اقعدوا بقى كده عشان هديكم الهدية بتاعت بابا نويل. هاتي افتحها لك يا فريح. بصوا جميلة جميلة. الله، انا ديدي. اقفي هناك وقولي لهم انا ديدي. قولي لهم يلا انا ديدي. انت ديدي؟ ده انت احلى ديدي في الدنيا. احلى حاجة في الدنيا انت لوحي. وانت لوحي. هنا بقى خلاص ما شاء الله. عايزة اقول لكم بجد يعني حاولوا تفرحوا الولاد حتى لو بحاجة بسيطة جدا، حاجة قليلة قوي قوي. هيفرق جدا في نفسيتهم. هنا بقى ما شاء الله كانوا لسه جايين كلهم في الحفلة، فبسطوا جدا جدا. وكان كمان جايبين طبعا بابا نويل، وجايبين كمان شخصيات الكرتونية، وكمان بابا نويل اداهم كمان الهدايا هناك في الحضانة. فما شاء الله اللهم بارك، يعني ربنا يخليهم ويحفظهم. اتبسطوا جدا جدا. دخول سنة جديدة كده ربنا يجعلها خير علينا جميعا، اللهم امين، ويحقق كل امنياتنا ويبعد عننا اي شر واي اذى يا رب، اللهم امين يا رب. وده كان فيديو بتاع النهاردة، بتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.